نعم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله وبركاته. آخر كلام بقال دفرك. أنا بعمل في كاميرا. أيوة. أعوذ بالله، شلون يترك الصلاة؟ وشلون بده يعني ترتش ثيابه؟ هو بيتهيأ لهذا الإنسان إنه لما يجي دم يطول هو واقف. يعني بتصور إنه لابس بنطلون. أيوه. وهذا من فضائل البنطلون. نعم. ما بيجوز المسلم يلبس بنطلون، لأنه أولاً لو ما أصابه رشاش البول وتوضأ وصلى راح تكون صلاته مكروهة تحريما. بالنسبة للبنطال، بالنسبة للبنطال، لأنه البنطال يحجم العورة، يحجم الفخذين ويحجم الأليتين ويحجم ما بينهما أحيانا، ولذلك فما بيجوز المسلم أنه يتعاطى من الأسباب ما يعرض صلاته أو وضوءه للبطلان. فهذا مو عذر يا أخي. إذا كنت بدك تتخذ حمام إفرنجي كمان لازم تتخذ مبولة إفرنجية، بمعنى أنه لما تبول وأنت واقف ما ينصب البول على الأرض من تحت، وإنما على القاعدة اللي بتلقى البول من قريب. لكن أحسن من هذا كله أنه تتخلص من بطلونك وتلبس لباسك العربي، وبذلك تكون مطيعا لله عز وجل ولرسوله. فإياك أن تترك الصلاة لأنك لابس بنطلون، ولأنك لما بدك تيجي تتبول بيرتش. عالج الرشاش بطريقة ما، وأنا بدلك على طريقة سهلة لحتى يتيسر لك، إما أن تتقي الله عز وجل في نفسك وتلبس الدجاجة أو السروال العريض اللي ممكنك من التبول وأنت جالس، فحتى يتأثر لك هذا، أو يعني ربنا يوفقك لهذا، على الأقل اتخذ بهذا الحمام الإفرنجي مبولة، يعني مثل ما بتخذوها للأطفال الصغار لما بدك تيجي تبول بترفعها للبول مباشرة وما بيصيبك أي رشاش. هذه نصيحة مني إليك، والسلام عليك. أستاذنا وأخواننا بسأل عن صيام داود، شو أخباره؟ أخباره لسه كمله ما كمله.